كان الرئيس السيسي قد التقى أمس بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير، وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما ترأس الرئيس السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ، فضلا عن استقبال وزيرة الدفاع الألمانية. في ثاني أيام زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين للمشاركة في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد فرانك شتاين ماير رئيس ألمانيا الاتحادية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألماني، مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية. وتم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية، على غرار شركة سيمنز والذي أثبت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في برلين مع السيدة كريستينا لامبرشات الوزيرة الاتحادية للدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية. كما عقد السيد الرئيس أيضا لقاء المائدة المستديرة مع رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات والاتحادات الألمانية، حيث دار حوار مفتوح بين رؤساء الشركات الألمانية والسيد الرئيس والسادة الوزراء المصريين حول آفاق التنمية ودفع الاستثمارات الألمانية في مصر. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة وجود التزام سياسي دولي لتحقيق مزيد من التقدم في التعامل مع قضايا تغير المناخ بطريقة مجدية، مشددا على ضرورة دعم المجتمعات العرضة للتضرر والتأثر بهذه الظاهرة. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين، قال إن القضايا الرئيسية واضحة ومحددة ويجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكيف والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التي تحدث في المناخ. كما أكد شكري ضرورة الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدول خلال مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدا ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة لإظهار الإرادة لمواجهة تغير المناخ. كما عقد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، عقد اجتماعا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري. وأشاد شكري خلال اللقاء بمستوى التعاون والتنسيق المصري الأمريكي.